خلوني اخدكم ونروح على وزاره الاوقاف. مصر مش هتسيب حد لوحده. يعني من الاخر كده باذن ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز حد في مصر يقلق. مش عشان انا بقول لك كده. بس علشان الواقع هو اللي بيقول كده. علشان لازم نفضل طول الوقت واقفين مع بعض. سواء اذا كان تحالف زي تحالف العمل الاهلي، سواء إذا كانت الدولة بشكل مباشر عن طريق مثلا وطنية وعن طريق أمان وعن طريق بعض الأحزاب بيساعدوا، أو عن طريق وزارات، فهتلاقي مثلا بيساعدوا، بيساعدوا الناس. أنا عايزنا بسأل على إيه؟ بيساعدوا الناس، بنساعد الناس في أكلهم وفي شربهم وفي معايشهم، مش بس في محاولات خفض السعر قدر الإمكان، وده هنتكلم عليه وهنشوف وزارة الزراعة كانت بتقول إيه كمان. لكن اللي بتكلم عليه إنه غير المساهمة والإصرار على اتخاذ قرارات حقيقية حاسمة من شأنها إنها تهدي الأسعار، وانا اسف ان انا هستخدم الجمله وتعلم بعض التجار الادب، فلازم كمان نشتغل على ان احنا نوفر ولو قدر ما من المساعده لاهالينا. فتلاقي وزاره الاوقاف تقرر انها توزع 1,000,000 شنطه سلع غذائيه على اهالينا اللي اولى بالرعايه. وبالمناسبه ده بالموارد الذاتيه بتاعه الوزاره. حلو، ان شاء الله يعني قبل رمضان مباشرة، يمكن خلال الأيام الأولى من رمضان هتكون 1,000,000 شنطة متوزعين. قولوا يا رب يطلع 10,000,000 شنطة يتوزعوا، ويبقى ساعتها أهالينا الأولى بالرعاية مش 10,000,000 ولا حاجة، يا رب يبقوا واحد بس، ويا رب ما يبقاش فيه ولا واحد كمان، يبقى كله زي الفل ومش محتاج أي مساعدة. بس إلى أن يحين هذا الوقت ويتحقق هذا الأمر، فعلينا أن احنا كلنا نقوم بدورنا. وزارة الأوقاف بتعمل ده بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة التموين. الرئيس قال يا سادة يا كرام، اشتغلوا على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية. الأوقاف أعلنت كمان أنه مسجد الإمام الحسين هو المسجد المثالي لسنة 2020. شلاه يا حسين، عقبال مسجد السيدة زينب، ده مهم قوي بالنسبة لي. 2022؟ أمال أنا قلت 20 إيه يا زيمة؟ قلت 2021؟ للدرجة دي أنا عندي ديلي؟ يعني ده أنا داخل على 23، مش ممكن. طيب لا، 2022. أصل بص، إحنا كلنا هنا في مصر، احنا كده كلنا في مصر نحب قوي 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 آل البيت. البيتين، بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، وبيت سيدنا عيسى العائلة المقدسة. تجد انه كل المصريين يحبوا الأسرتين، يحبوا العيلتين، يحبوا البيتين. امال ايه واحنا عندنا اغلى منهم بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني استحالة نحبهم قوي. أنا عايزك تبقى تتفرج مثلا على مولد ستنا العذراء مريم، تشوف هناك مسلمين ومسيحيين، وما تعرفش طبعا تفرق ما بين حد والتاني إلا بقى يعني مثلا إيه لو اسمه باين قوي. أدي كل القصة، لكن كله في مولد ستنا العذراء، وكله في مولد سيدنا الحسين ومولد السيدة زينب. أنا أحب السيدة زينب جدا. طيب كمان الشيخ أحمد عصام الدين أحد أئمة مسجد السيدة زينب هو الإمام المثالي لسنة 2022. كمان أختنا الواعظة وفاء عبد السلام هي الواعظة المثالية لسنة 2022. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا 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 يا دكتور هشام. اهلا ومرحبا وسهلا، وكل الترحيبات والتهاني لحضرتك والمشاهدين الكرام يا سيوس. منورنا يا دكتور. لا والله احنا بنستفيد من حضرتك. لا ما تقولش كده، العفو. بتوحي روح الامل والمحبه والموده والتفاؤل. زي ما حضرتك قلت، احنا كلنا بنحب مساجد سيادنا ال البيت في الموالد، وزي ما اخواننا المسيحيين بيروحوا العذراء. الامور الروحانيه اللي بتعلقنا بربنا سبحانه وتعالى تبعد عننا الوشوشه والفتن اللي الناس عامله، ان احنا ممكن ايام نيجي ومش هنلاقي ناكل ومش هنلاقي نشرب ومش هنلاقي مش عارف ايه. نقول لهم لا ابدا، احنا طول عمرنا ماسكين في ربنا وطول عمرنا متحدين، وزي ما حضرتك قلت ما تخافوش على مصر. ابدا ابدا، أبداً حقيقي أبداً. يعني
هاخدها بقى واحده قول عشان خاطر انت وكلنا محبين لستنا السيده زينب. طبعا انا هذكر نفسي واذكر حضرتك ان ستنا السيده زينب لما جت مصر في مقوله شهيره لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس لما حبت السيده زينب تيجي فقالت ازاي اسيب المدينه؟ يعني ازاي اسيب المكان اللي انا اتربيت فيه ازاي؟ أيوة. فاروح فين؟ فسيدنا عبد الله بن عباس وهو حبر الامه وترجمان القران قال لها اذهبي الى مصر. قالت يعني ليست يعني ما فيش معرفه سابقه بيني وبين اهل مصر. قال لها اذهبي الى مصر ان لم تجدي بيتا تسكنين فيه ستجدين قلوب اهلها وطنا تعيشين فيه. الله اكبر الله اكبر. ده واحد من ساداتنا طبعاً. الصحابه اللي بتقول كده على مصر طبعا عشان خاطر ما يجي اي حد مش فاهم النهارده لما اقول لك مصر مش لا مصر دي ليها محبه عند ربنا كبيره. وستنا السيده زينب لما جت وشافت الاكرام الفطري الطبيعي من اهل مصر قالت المقوله الشهيره والدعاء اللي احنا عايشين ببركته زي ما حضرتك قلت كده وفي نفحات وفي خير وهنفضل ان شاء الله باذن الله رغم انف الحاقدين يا اهل مصر آويتمونا آواكم الله. الله يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله. الله يا أهل مصر رزقتمونا رزقكم الله. جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. آمين آمين. وبالمناسبة هو أكيد ربنا استجاب أكيد. أمال إحنا عايشين لحد دلوقتي يعني إزاي برغم كل الأزمات اللي بتعدي علينا وعلى الدنيا؟ والازمات دي لو عدت على اي دوله هتجيب اجالها زي ما بيقول. ولا الهوى ولا الهوى ولا الهوى. الله اصرف لنا يا رب اصرف لنا يا رب يا رب يا رب. طيب يا رب. انا بقى مبسوط بحاجتين او بكذا حاجه. مبسوط جدا بمساله التبكير والتعجيل بمساله المليون شنطه او المليون صندوق. مليون شنطه نعم يا رب يبقوا مليون صندوق او 2 3 مليون يعني. فدي حاجة مهمة بس أنا لفت نظري مسألة بالتعاون مع وزارة التموين فعايز أعرف وجه التعاون هيبقى إيه وبعدين نذهب إلى مسجد سيدنا الحسين والتطوير بتاعه وأخبار التطوير بتاع السيدة زينب إيه بما إن إحنا جبنا السيرة الطاهرة وطبعا الإخوة الأجلاء اللي فازوا بأفضل إمام وأفضل واعظة ل2022. نبدأ بالشنط الأول. نبدأ بالخير الوافر العميم وده طبيعة الشعب المصري العظيم النبيل ودي طبيعة وزارة الأوقاف منذ تولي معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المساهمة والمساعدة والتكافل وبث روح التكافل بين الشعب المصري وممكن بعض أوقات بتبقى عند أشقائنا خارج مصر. طبعا مع بداية استقبال شهر رمضان كانت المبادرة الرائعة من معالي الوزير مليون شنطة لحبايبنا ولإخواتنا المصريين في كل ربوع مصر مع الشراكة ومع التعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن. حلو. يعني هو مش بس وزارة التموين فقط لكن معانا وزارة التضامن علشان خاطر كل حاجة تذهب للأسر الأورى بالرعاية. طبعا وزارة التموين عشان خاطر السلع الغذائية اللي إن شاء الله سيتم شرائها بتبقى عن طريق الوزارة والتوزيع هيكون القائمة اللي موجودة في وزارة التضامن اللي هي الأسر الأولى بالرعاية ودي التوأمة الموجودة بين مؤسسات الدولة الوطنية اللي سيادة الرئيس عملها بين التوأمة الجميلة في كل المؤسسات. النهاردة ما نلاقيش مؤسسة لوحدها تعمل لكن كل المؤسسات الوطنية النهاردة كلها يد واحدة معا نتعاون معا للتكافل معا يعني للمحبة والسلام معا لمصر العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هروح على أنا طبعا زي ناس كتير جدا شفنا إزاي اتطور مسجد سيدنا الحسين وإزاي الساحة قدامه اتطورت وحاجة بقت عظمة على عظمة. فقبل ما أروح لإخواتنا اللي فازوا بقى بأفضل إمام وأفضل واعظة أخبار بقى التطوير بتاع بقية مساجد آل البيت ومن عندنا السيدة زينب. التطوير في مساجد سيادنا آل البيت على الخصوص على قدم وساق.
يمكن كلنا شفنا ونفتخر إلى الآن وسنفتخر بمسجد مولانا الإمام الحسين. طبعاً كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس واهتمامه الكبير بهذا الأمر. يمكن إحنا المسجد أصبح منارة بسم الله ما شاء الله جامعة فيها مجالس إفتاء، مجالس إقراء للحديث، مجالس للفقه، دروس منهجية، برنامج للأطفال، مقرأة للجمهور، مقرأة كبار القراء، فضيلة الشيخ محمد حشاد والشيخ نعينة والشيخ الطروطي والشيخ أحمد تميم، مقرأة ورش، وإن شاء الله بإذن الله من يوم السبت القادم ستقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية، أو وأنا مشايخنا قالوا ده هتكون لأول مرة في العالم أن في حاجة مقرأة كبار القراء المجودة. يعني كلنا بنسمع القرآن مرتل، لكن عشان تبقى فيه مقرأة لكبار القراء مجودة، قالوا هذه تحدث لأول مرة في مصر، بل لأول مرة أن احنا نسمع في العالم أن هيكون فيه مقرأة مجودة لكبار القراء على مستوى العالم. هذا بخلاف مقرأة الأئمة، المقرأة النموذجية والدروس اليومية في المسجد. بصراحة المسجد قلعة بسم الله ما شاء الله عامرة بالحب وبالود، ويمكن حضرتك لو شفت الصور بيبقى يعني إقبال غير عادي غير مسبوق. الناس دي ما حدش جابها، الناس دي هي اللي بتيجي لوحديها، هي اللي عايزة تسمع العلم، هي المتعطشة، هي اللي بتيجي وتزور سيدنا الحسين، هي اللي واقفة تقول يا رب احفظ مصر وانصرها يا ربي وأنزل عليها الأمن والأمان والسلم والسلام. هو المصريين مستنيين حد يجيبهم عشان يروحوا يقعدوا في مسجد سيدنا الحسين ولا في أي من المساجد؟ ده احنا البلد اللي بتجري على الصلاة، كل أسبوع جري وكل فجرية جري. صحيح لوحدنا كده يعني هتبقى ممتلئه والله، شيء بسم الله ما شاء الله يعني. طيب مسجد السيده زينب بقى، مسجد ستنا السيده زينب، يعني العمل فيه على قدم وساق من ناحيه المقام. المقام بيشهد تطوير غير مسبوق، المقام نفسه بنطمن حضرتك ان شاء الله وكل المحبين وكل المصريين هيشوفوا حاجه رائعه باذن الله على غرار مسجد مولانا الامام الحسين. والمسجد نفسه من ناحيه التطوير للدهانات والامور، طبعا الهيئه الهندسيه تقوم بعمل بسم الله ما شاء الله مشكوره في هذا المجال، وكذلك ستنا السيده نفيسه وستنا السيده عائشه. ويمكن انتهينا وافتتحنا مسجد السيده سكينه رضي الله عنها وارضاها، الاهل مصر بيحتفلوا الليله الختاميه بكره، والسعاده الغامره ان اهل مصر شافوا المسجد بعد افتتاحه اصبح حاجه بسم الله ما شاء الله مفخره لكل المصريين. الله اكبر. هروح لمساله التكريمات، ودي حاجه حلوه قوي أظنها، وصححني، تبعث روح التنافس الحميد ما بين الأئمة والوعاظ والواعظات، صح؟ صح صح. حضرتك التشجيع مستمر للأئمة والواعظات، وكمان الموظف الإداري اللي أصبح ليه دور، يعني مش أمر مش الأئمة بس أو الواعظات اللي بينزلوا المساجد، لا ده الرجل الإداري اللي في المكتب بتاعه قاعد بيجهز الأوراق وبيجهز المرتبات أصبح النهاردة مذكور، وأصبح النهاردة مشكور، وأصبحت النهاردة يمكن الدكتورة ألفة السيد أحمد عبد البصير هي أو الموظف الإداري اللي مسؤول عن مراجعة الصرف للشؤون المالية والإدارية، هي الإدارية المثالية على مستوى الجمهورية. ويمكن الدكتور أحمد، عشان خاطر أنت قريب من ستنا السيدة زينب، دكتور أحمد عصام إمام مسجد ستنا السيدة زينب، هو يعني أحد الشباب الذين اتى بهم معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وكل الائمه بسم الله ما شاء الله الشباب، لكن تم تاهيله على اعلى مستوى من الدورات التاهيليه والتدريبيه والاعلاميه. خطب في اكثر من مره في التلفزيون المصري خطبه الدوله المصريه، الدروس المنهجيه، المحاضرات والندوات، التلفزيون والقوافل التوعويه بالتنسيق مع وزاره الشباب، بالتنسيق مع مجلس القومي للمراه، في امور كثيره جدا. وعايزين نقول لحضرتك برضو في كل مكان في ائمه فضلاء اكفاء. لكن الله دكتور هشام رحت مننا فين؟ ما تسيبناش دلوقتي يا دكتور. حضرتك ايوه معاك اهو، كمل يا فندم انا سامعك. فتم تاهيله وهو الامام المثالي على مستوى الجمهوريه، وكذلك الدكتوره وفاء عبد السلام الواعظه المثاليه على مستوى الجمهوريه، يقمن بدور كبير على مستوى الجمهوريه، قوافل
تجوب ربوع مصر من صعيدي مصر. يمكن الأسبوع الماضي كانوا في الأقصر وفي سوهاج وفي المنيا والدقهلية والغربية. الواعظات يقومن بمجهود رائع في التوعية داخل جمهورية مصر العربية. حلو جدا جدا جدا، ربنا يا رب يوفقكم. شدوا حيلكم كمان وكمان. وأولا طبعا تهانينا القلبية لكل من تم تكريمه، وعقبال السنة الجاية إن شاء الله نلاقي عدد أكبر وتنافس أقوى بإذن الله. كل الشكر ليك يا دكتور هشام، كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.